وقتكم. الحمد لله التليفونات بس عبر ما كده ولا اسال عن، لان بقى في المطبخ اروح المطبخ اسيب ماما بالسحتان على ما اقول لها وحشتني يا ماما، عاد احب في رجليها واحب في ايديها. والله وحشتني والله بجد، يعني انا من غيرك ما سواش حاجه، انت لو جربت حاجه هموت وراك وبعد الشر عليها وطول عمري. يا رب خد من عمري واديها عمر واعطيها واديها الصحه وبارك لي فيها، ولا عمر اقول اعملوا مشاركه، ولا عمر اعملوا مش عارفه ايه، ولا اتكوا على القهوه، ولا لا ما بقولش لحد يعمل. والنبي قبل ما تعدي الفيديو لا تصلى على النبي، ان شاء الله ما صلى انت يعني اقسم مش عارفه ايه اعملوا ليه، يعني بتقسم على الناس او بتحلف على الناس، فليه يصلي ويصلي، ولا ان شاء الله ما صلى ما صلي، واللي استغفر ربنا. كل واحد حر في حياته، لكن كل واحد ينشر واعمل كذا، وقبل ما ابدا اعمل مشاركه اعمل مشاركه. الحمد لله عمري وبكلم وطلعت فيديوهات وبطلع علني في اللايف، ولا عمري الحمد لله ولا محتاجه حاجه من حد، ولا بقول لحد اعمل لي ولا خليه. الحمد لله احنا مش وش ذلك، احنا وش النعمه وش الخير، واما بنعمه ربك فحدث. انا كنت في الموت نفسه ربنا شفاني وعافاني، احيانا مش شفاني كما احيانا الحمد لله. اللي يقول لك ما تاكلش يبقى كذاب، اللي يقول لك ما صوم يبقى كذاب، اللي يقول لك ما اشرب كذا يبقى كذاب، اللي يقول لك اعمل كذا عشان تخس يبقى كذاب. كل الناس كذابه، يعني اقول لك اعمل كذا انا الحمد لله باكل ودسم، عارفين ايه دسم؟ سمنه بلد، كسكس، لحم، بط، سلطه، زيتون، وغير ما انا واكله مع ماما، والكبده والرصه بتاعت البطه كنت مشوحها، وتقول له حد حمر الراس الخضرة كده بصراحة عشان مرضتش حطها في وسط البطة، عشان ايه؟ قلت لا عشان كانت في الفريزر. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي يا رسول الله، ألف مليون على الحمد يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. دايما أصلي على الحبيبي لأنه هو طبيبي وشفائي وغذائي ودوائي.